إلقاء التحيات. ألو سمير، لقد جئت في الموعد وأحضرت الزهور معي لزيارة عمتنا المريضة. انتظر يا منير، لا تذهب بدوني وإلا غضبت مني عمتي. حسنا، أسرع ولا تتأخر. لا تقلق. صباح الخير يا منير. صباح النور يا ربيع. هل ترغب في أن أوصلك إلى أي مكان؟ شكرا يا ربيع، أنا في انتظار سمير. صحبتك السلامة. مع السلامة. مرحبا يا سمير، لقد مرت ساعة، أنا واقف تحت الشمس. مرحبا يا منير، أعتذر يا أخي، قريبا سأكون عندك فلا تقلق. لا أقلق. حسنا. السلام عليكم يا منير. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا تقف في هذا الحر الشديد حاملا الزهور؟ إنني في انتظار سمير. هل ترغب في أي خدمة؟ شكرا لكما، سأنتظر سميرا فهو لن يتأخر. مرحبا يا منير، أين أنت؟ أنا في نفس المكان في انتظارك. لا تتحرك من مكانك حتى نستطيع أن نجد بعضنا البعض. مع السلامة. مساء الخير يا منير. مساء النور يا ربيع. هل من مشكلة؟ لا، أنا في انتظار سمير. حتى الآن؟ أنت صبور جدا يا منير. حسنا، أوصل له سلامي عندما تلتقي به. عندما ألتقي به سيحدث الكثير، ولا تقلق، سأوصل له سلامك. مساء الخير يا منير، لم أتأخر كثيراً أليس كذلك؟ مساء الخير. مساء النور يا أبا الحلول، كيف حالك؟ اعذراني، كان بودي أن أتحدث معكما ولكن الساعة تقترب من 12 ولا بد أن أفتح كشكي الآن. تصبحان على خير. وأنت من أهل الخير يا أبا الحلول. منير، الساعة تجاوزت 12 فعلا، لابد أن عمتي نامت الآن. ما رأيك أن نؤجل الزيارة لصباح الغد؟ انظر يا منير، أحدهم رمى زهوره الذابلة على الأرض. هذا تصرف غير حضاري. يا لهذا الإهمال، شيء عجيب حقا. إلقاء التحيات. عندما نقابل شخصا نظهر الاحترام بإلقاء التحية أو الرد عليها. مثلاً في الصباح نقول صباح الخير، ونرد صباح النور، وفي المساء نقول مساء الخير، ونرد مساء النور، في الليل نقول تصبح على خير، ونرد وأنت من أهل الخير. في كل الأوقات نقول مرحباً ونرد مرحباً، أو السلام عليكم ونرد وعليكم السلام، وفي النهاية عند المغادرة نقول مع السلامة.